تعال قول لي بقى، لو انت هتطبخ للشخصيات الاتيه ماذا تطبخ لهم؟ طبخت لكم قبل كده اوعى تكون نسيت. احنا ولاد بيسيبك مننا. انا هكلمك عن شخصيات زي ام كلثوم بقى ورؤساء جمهوريات وحاجات كده، تطبخ لهم ايه يعني من احساسك بشخصيه الشخص ده؟ هقول لك تطبخ له ايه. ام كلثوم الشركسيه مثلا. صح ده. ايوه انت كده فاهم اللعبه، انت فهمت اللعبه. محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب يعني هي حاجه بالسمسم او جبنه فيتا. حاجه يعني حاجه لازم يبقى فيها قيمه غذائيه عاليه. زكي باشا رستم. ده انا لو طبخت له وحش ممكن يضربني. مظبوط. زكي باشا رستم لازم تجيب له مثلا ايه، سمك اللي هو الصغير ده اسمه بربوني. بربوني تجيب له بربوني حجر، اسمه كده حجر، اسمه نوعه اسمه بربوني. حجر. ده زكي باشا رستم. حلوه الفكره دي. انا اصلا عايز اكل بربوني حجر ده. انت رائع، سخنتني. ماشي. شيرين عبد الوهاب. طعميه بالبيض. اللي هي بتفيه طعميه كده، اللي بتتعمل العجه حلوه ديت، ونقعد ناكلها بقى، وبصل اخضر. يسرى. يا دي يسرى نعمل لها ايه؟ ريزوتو. ريزوتو. ماشي. عنبه. انا ما اعرفوش. وانا اعرفه بس مش عارف اكله ايه. شكله ما بياكلش قوي كمان. شكله انا شفته في التلفزيون. بس هو شكله سفيف كده. سبب حبه. جميل. لما الجيل الجديد بتاع تعمل له ايه يعني؟ سندوتشين شاورما. شاورما كايزر كمان. كايزر كمان. لما عشان خاطر يلحق. ايوه مش هيقعد ده ياكل وجبه زي وجبه وبتاع كده. خلص. ماشي. محمود الخطيب. باشا. باشا اسكالوب بانيه مع مكرونه بولونيز. يا سيدي يا سيدي. ده محمود الخطيب يا سيدي. والحاجات بتاعت النوادي دي برضو بقى. أوكي. الاسكالوب ده بتاع النوادي. اوكي. ايوه انا بحب الاسكالوب بتاع النوادي. بتاع النوادي. وتلاقي حته لحمه كبيره كده قوي وطعمه حلو زي الفل. ما تعرفش هي لحمه ايه بس هي كبيره ومش غالي. دايما دايما ما تفهمش مش غالي. جبتوا اللحمه دي منين؟ عشان كده. بس هو عدت معانا يعني ما اذناش. عمرو دياب. سوشي على طول. ده ما بياكلش. تعرف ان عمرو دياب ما بياكلش لحم، بياكل اسماك وخضروات وحافظ على نفسه بسم الله ما شاء الله يعني. ايوه اوكي اوكي. فده بيحب السوشي عمرو جدا. مين ما يحب السوشي؟ لا في ناس ما بتحبوش خالص. لا انا انت عارف انا ما باكلش اي حاجه رو في السوشي. انت مالكش في الحاجات اللي هي السلمون والبتاع. اي حاجه سموكد انسى. لا انا بحب ده فاهم. من الفسيخ للرنجه للسلم كل ده بره. جميله الرنجه. يا جمال الرنجه. انا من الناس اللي بياكلوا مكرونه وفراخ بانيه في شم النسيم. عارف الناس دي؟ لا في شم النسيم اللي هو العيله كلها بتاكل فسيخ وانت لوحدك جايبين لك طبق كده عامل لك حاجه مع نفسك. تاكل هند رستم ايه؟ بيكاتا شامبينيون. اموت انا اموت انا. دي لو ما بسطتش دي لو ما بسطتش هعمل لك مشكله. لا دي هند هاني. بيكاتا شامبينيون. ولازم قبلها تجيب لها اورديفر. ايه هو بقى؟ سلطه مشروم بالزبوب. اللي هو الصغير ده. في زبوب كده اللي هو الشامي ده اللي بيتحط على. تطبخ ايه ليحيى الفخراني؟ دكتور يحيى الفخراني بيحب الكنتاكي. بجد؟ انا عملت معاه مسلسل قبل كده. أيوه. يحب الكنتاكي الصدور. انا لما اتسالت بقى السؤال ده قلت لهم لحمه راسه وحركات كده، انا شفته بياكلها وبيحبها. انا اكيد. لا اكيد هو اكيد كبير طبعا. واسمع ان زوجته بتطبخ حلو قوي. اكيد. مدام لميس تطبخ حلو وبتقرا حلو وبتتكلم حلو. بحبها. تطبخ ايه البدريه طلبة؟ كشري. طب انت قفشت ليه؟ كشري على طول. حرام عليك معايا. ايه وعليه بتاع الدقه بالثوم كده. ثوم كتير. فحلو اصلا. وحلوه. ماشي. محمد ابو تريكه. لا الرياضيين دول بقى تعمل لهم حاجات من العكس بقى. بوظ له. هو محروم اصلا طول السنه من الاكل الطبيعي. بوظ له. ده انا هقول لك بعدين محمد صلاح. هقول لك حاجه هتاكل الاثنين ايه. يلا فته بالموزه. يلا ايه بالظبط كده. بوظ لهم الدايت. بوظ الدايت. ماشي. وعبد الله رشدي المحامي القدير بيرفع قضيه في باب الوزير على عم لمعي بتاع البليله عشان مره زع بصوته الجهير. اكتر مغني بتحبه هو؟ عمرو دياب طبعا. بجد في الجديد يعني. بخلي بالك من حاجه انا برضو. انت بتقول على عمرو دياب في الجديد؟ تخيل انت مزنوق في فتره الثمانينات. لا
بالنسبه لك عمرو دياب جيل جديد صح؟ لا عمرو دياب على طول جديد. وانا برضو بقى من الجيل القديم برضو ما اكدبش عليك يعني، انا بحب سيبك من انا بمثل معاهم، سيبك من ده. أوكي. مصطفى قمر الله يرحمه، عامر لا انا بعشق دول، انا بقى طفولتي على هشام عباس ومصطفى قمر وعامر فؤاد وعامر منيب ومحمد محي وخالد عجاج، انا كل دول حبايبي. وانا الجيل ده انا واقف عنده، واقف عنده يعني انا ما عليش في المهرجانات. كده بقى اللعبه اللي انا لعبتها معاك دي تعكسها، تلعب انت. لا خليك كمل انت، كمل اللعبة. لا ده مش باختيارك لازم اسال انا؟ انا يعني اسال على ايه مثلا؟ اي حاجه شخصيه، اي حاجه في اللي فات، اي حاجه اسال عليها في اللي فات زي اللي فات كده، او زي اللعبه دي، او في اي حاجه نفسك فيه. كنت تتمنى تشتغل مع مين من، طبعا سيبك من خيالك خلاص، لكن من الممثلين الكبار اللي ماتوا؟ يا احمد زكي. انا مستنيك تاكد لي عشان اقول لك الاجابه. الله يرحمه، كنت هموت واشتغل مع احمد زكي. وانا وممكن اقول لك محمود عبد العزيز كمان عشان انا بعشقه. انا بحبه جدا. بس انت لو مثلت برضو مع احمد زكي هتاخد درس تانية كده، وهياخدك، لان الممثل لما بيبقى عالي بيعلي اللي قدامه قوي. هو كان روحه حلوه مع الممثلين، ما عندوش بتاع، فكان هيفيدني مش هيضرني خالص. فكان نفسي اشتغل مع احمد زكي، فالله يرحمه فاتتني. هو كان بيحب الممثل كمان الجامد عشان يعلي المشهد. بالعكس. ما انا عشان كده بقول لك ما يغيرش منه، ما روحه حلوه مع الممثلين. وفي اللي دلوقتي دكتور يحيى الفخراني، تخيل. ما جاتليش. حظي وحش. جميل. مش محتاج تقول لي يعني، انا متاكد. جميل. هو فظيع يعني، كفايه حماده عزه، كلنا جوانا حماده عزه. طيب مين من القدام قوي بقى اللي هم ماتوا، بس ماتوا من زمان قوي؟ عبد السلام النابلسي. تعرف تسد معاه ده؟ ما كنتش هحاول، مش حكايه تسد، هي مش خناقه، بس انا كنتش انا هبقى في دوري بعمله، انا عايز انبسط معاه، عايز اشوفه، عايز اعمله. لا بس عبد السلام النابلسي كوميديان، انا اعرف مش فيش كوميديان جنبه في الفيلم. لا ما هو انت مش هست... ليه ما كان اسماعيل ياسين جنبه بيضحك وبتاع، كل واحد من حتته. لا بالعكس، ليه؟ على فكره طب ما انا ضحكت في تتح. ايوه. وانت معاك محمد سعد عامل كاركتر زي ده، ماليش دعوه. ليه؟ مالكش دعوه، انت بتعمل كاركتر بتاعك في وسط الحدوته. في مواقف ما انت هتضحك فيها كده كده. لا انا دلوقتي قلت لك كده من باب المتعه، انا عايز كنت عايز اجتمع، عايز اشوف اللوكيشن. ايوه. وهو راجل لطيف طبعا، بحبه. كل اللي قدام دول. ورشدي اباظه، انا اصلا لسه حد سالني دور ايه اللي كان نفسك تمثله في الابيض والاسود، صراع في النيل، محسب، رشدي اباظه. جميل. هو ده اللي اخترته. دي وحشك اللي هي قوي قوي. احنا مش عايز اتكلم جد، انا مش عايز اتكلم جد. لو انت بتطبخ، قلت لك انا بقى كنت نوال، وقلت لي سوتيه، قلت لي سوتيه. لو هتاكل بقى، سيد رجب، حواوشي، محمود ياسين، عكاوي، يحيى الفخراني، لا مساعد يحيى الفخراني، تاكله ايه؟ شيش طاووق. وانت ما عملتلوش بقى لا ملوخيه ولا طبعا ما دام المساعد ده انت عنصري. ماشي. انا تاكلني ايه؟ لو انا جعان قوي، قلت لك انا جعان، وانت ما تعرفش قوي يعني ذوقي في الاكل لسه. انا اكلك ملوخيه. مين اللي عاملها؟ انا اللي عاملها. انت تعملها؟ لا لا لا. بتعرف تعملها؟ لا يعني من كتر ما انا بقف سنين مع مراتي بتعملها لحد ما يعني. شكلك بتقف تعمل الشهقه بس. لا 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 بجد. والله. تاكلي ملوخيه وايه جنبها؟ ملوخيه وبتاع ده هو طبعا في شويه عيش. لا وحمام، حمام محشي. بس اللي عملت ليه كده بقى؟ شوف اضطر عشان رقابيا ده مش حلو. انا بعشق الحمام المحشي. والله بص انت اللي بتوديني القبيحه. انا بتكلم في الاكل. حمام محشي اهو كده. ماشي يا اخوي. حمام محشي وملوخيه. انت هتبسطني. الاكله دي تبسطني. تستاهل الدنيا كلها يا عمو. لا يعني الاكله دي تبسط، ربنا يخليك. الاكله دي تفرحني. طبعا في شويه عيش مفقع بس اللي هو اللي بمنفوخ ده. ورز حبايه وحبايه ده طبعا مهم. طبعا. اموت انا. طبعا. لا حلوه سمعه، حلوه سمعه، نجحت. هطلب لك الشيك. لو بتاكل محمد حسني مبارك هتاكله ايه؟ تدون فراخ بني وسوتيه. هتاكل رئيس الجمهوريه فراخ بني وسوتيه؟ ده لو ابنك يوم شم النسيم اللي هو ما بياكلش فسيخ ده هو اللي بنعمل له مكرونه. اولا اقول لك حاجه، انت لما قلت لي الرئيس انا من لبختي مش عارف اكله ايه. فمحت تعمل له حته فرخه وسلطه وفراخ مقليه كمان بالزيت. لا لا عشان تعمل له حموضه وهو بيتكلم في الخطاب. لا انت ما ينفعش تطبخ للرئيس. ما ينفعش تطبخ خالص. خليك مع الفنانين. لا رئيس ولا غير.
نرجع بقى للجد اللي احنا كنا بنتكلم فيه. احنا ولا شفنا جد ولا لقيت الجد. وقت الشغل تبقى شغل؟ اه طبعا. طب وقت الاه تبقى لا؟ لا طبعا. لا ها؟ عادي وقت الاه ممكن يبقى اه. طب انت وقت الجي بتبقى سترينج؟ لو صاحي بدري. تحب مين من المطربين اللي بعد جيل عبد الحليم بشويه؟ يعني الجيل بتاع ابتداء من هاني شاكر ومحمد الحلو ومنير وانت نازل بقى. طبعا منير طبعا. اه طبعا. تعال نغني حاجه لمنير. ماشي. ايه؟ حدوته مصريه او لان انا كنت بلعبها عبد الرمز. اتكلمي ليه تدفعي وحدك التمن. اتكلمي ليه تدفعي وحدك التمن. اتكلمي تترررر. طب حدوته مصريه بقى صديقه دي حكايه. يعني نبدا من اني حته. تعالى ناخد من العاجل فينا مجنون. ما نرضاش ما نرضاش يخاصم القمر السماء. ما نرضاش تدوس البشر بعضها. شوف من كام سنه كان بيقول الكلام ده. بس على حاجه بتعجبني في الاغنيه دي عشان دي برضو موضوع الصم بالنسبه لي. لا يهمني لونك لا اسمك عنوان. الله. يهمني الانسان لو ملوش عنوان. انا واخواتي السمر اتبهدلنا وصرنا في البلد دي يا ريس. لا يهمني اسمك لونك ايه كمان ما غنيناهاش. احنا اتكلمنا عنها بس انا ما اعرفش بقى كريم محمود والناس دي. اعتقد ده جيل قبل كريم محمود ده اللي هو في مين اللي هو مين بتاع يا حلو صبح يا حلو أنديل. طول أنديل. يا حلو أنديل صبح يا حلو طول. طب مين بتاع ده اللي ده غالبا كريم محمود بتاع المركبه اللي هو بتاع هون 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 يا مهون هون على طول وتروح بلدك يا غريب يتلاقي على البر حبيب مستني يقول لك سلامات هون يا مهون هون يا مهون. جميل قوي. أيوة. البحر والجو ده كريم محمود بقى رئيس حميدو. ده كريم محمود ده بتاع صراع في النيل الاغنيه دي بتاعت رشدي اباظة وعمر الشريف. لا اعتقد انديل ده محمد انديل. ها اعتقد اه محمد سيد انديل. هو محمد سيد انديل ده يكون قريبكم ولا حاجه.